بالخطاب لقاء ديال دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية. في هذا اللقاء التواصلي حاولنا أن يكون المدعوون قلة أولا نظرا لدقة الموضوع ونظرا لأن الذين يجب أن يستفيدوا من الموضوع ويفيدوا فيه هم أناس متخصصون لهم اهتمام خاص بقانون المالية وبما يحتوي عليه من فصول وتشريعات ومواد وقضايا هامة، ولذلك ركزنا على عينة محددة من الحضور لهذا اللقاء التواصلي. مشروع قانون المالية أثار الكثير من النقاش واللغط والقيل والقال، أردنا من خلال هذا اللقاء أن نكون موضوعيين في مناقشة هذا المشروع من خلال تحليلات دقيقة علمية وطرح الجوانب الإيجابية والجوانب السلبية في هذا المشروع، بعيدا عن كل أحكام مسبقة وبعيدا عن كل ما يمكن أن يفسر بأنه ضد هذا المشروع أو مع هذا المشروع. ولا شك أن العرض القيم الذي سنستمع إليه والمناقشة التي ستسلوه ستفيد كثيرا في هذا الباب. ترى الوقفات التشجيعية بأمام البرلمان كثيرا محمد، هذا موضوع آخر. هي في الحقيقة هذه الوقفات الاحتجاجية على الصعيد الوطني الآن نحن لا نريد لها أن تتعدى حدودا معينة، ونريد لها أن تكون هادفة فاعلة وأن تكون نتائجها نتائج إيجابية، وأن ينظر المسؤولون بعين الاعتبار لهذه الوقفات وأن يستفيدوا منها ويأخذ العبرة منها، لأن المواطنين وهم يشكون من غلاء المعيشة وهم يشكون من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إلى حالة من التردي ما بعده من حالة، يجب أن نستمع إليه. وأعتقد أن الحكومة أن العيب الكبير لهذه الحكومة أنها لا تستمع للمواطنين وأنها لا تفتح الحوار مع المواطنين ومع الجهات المعنية لتستفيد من آرائهم ولتأخذ ما يمكن أن يؤخذ من هذه الآراء خدمة للمصالح العليا للوطني. حفيظ اليمسي أستاذ باحث بكلية الحقوق جامعة حسن أوديستات، أولا أنا سعيد اليوم بالدعوة التي وجهها لحزب الوحدة الديمقراطية للحضور معه في هذا اللقاء التواصلي المهم يتعلق بمشروع قانون المالية 2023. وفي الحقيقة يعني النوعي في هذا الموضوع هو أن الطلب يعني الحضور كان بصفتين، يعني الجانب الأكاديمي وأيضا حتى الحديث على السياق الذي يحكم قانون المالية 2023. هناك نقاش كبير في بلادنا وهذا نقاش صحي جميع الحالات، وبلادنا مقبلة على مشاريع اللي هي مهمة في مختلف المجالات، وبالتالي قانون المالية هو اللي كيترجم هذا النقاش المجتمعي حول هذه المشاريع. وبالتالي كنعتقد أن اللقاء ديال اليوم هو لقاء إن شاء الله غيكون مثمر وسيثير نقاش وسيكون له إن شاء الله ما بعده إن شاء الله. مفتشات المالية سابقا، اليوم إن شاء الله عند تكلم على قانون المالية 2023 وخصوصا في هذه الظروف الراهنة اللي تعيشها المغرب بصفة خاصة والعالم كله بصفة عامة من حيث ارتفاع الأسعار خصوصا الطاقة وبعض المواد الغذائية وعندها تأثير على 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 المجتمع بصفة نهائية، وخصوصا الشركات والأسر بصفة عامة. وهذا القانون هذا يعني نتمناو يعني كيف ما تنعرفوا أنه يأخذ بعين الاعتبار الجو العالمي والجو الوطني بصفة خاصة من ناحية ارتفاع الأسعار، يعني التضخم اللي يشتكي منه العالم بصفة عامة. ونتمنوا كيف ما أرى بأن الحكومة الحالية تأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط كلها فيما يخص خصوصا المستوى المعيشي ديال المواطن وبعض القطاعات الحساسة كقطاع التعليم وقطاع الصحة المتضررة والمواطن متضرر فيها بكثرة.
يعني وياخذوا بعين الاعتبار يعني الجهويه، يعني كل منطقه ياخذوها بحسب الظروف ديالها، لان المناطق كلها ماشي متساويه. مثلا بالنسبه لنا المنطقه ديال الرباط والقنيطره ماشي هي الدار البيضاء والسقاط، ماشي هي اكادير ورزازات، يعني ياخذوا بعين الاعتبار في القانون الماليه يعني بجديه كل جهه والخصوصيات ديالها.